أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. شكرا شكرا شكرا. مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحتاجنا احنا. ولادنا تحتاجنا احنا حصة نتطرق فيها لعدة مواضيع، مواضيع تهم أطفالنا وتهم طريقتنا في تربية النشء. اليوم موضوع مهم، الأولياء يتسألوا يا هل ترانا نبعث وليدي لاكولوني دو فاكونس؟ يا هل ترى كي تكون رحلة مدرسية نبعثه ولا نخاف عليه ولا؟ اليوم جبنا معنا أخصائيين يكلمونا على هذا الموضوع باش يطمنوكم، لأن ولادنا محتاجين لهذه الرحلات وهذه الخرجات وهذه المخيمات. إذا موضوع اليوم هو المخيمات الصيفية والرحلات المدرسية، دونك لي كروني دو فاكونس اي لي اكسكورسيون. فوالا، اليوم معايا السيد لابري نور الدين، مختص في علم التربية، 39 سنة. مرحبا بك. مرحبا بك استاذ، بارك الله فيك. تفضل تفضل تفضل، شرفتنا. شكرا استاذ، شرفتنا شرفتنا. معايا كذلك السيد حميد هلال، مكون ومدير مخيم صيفي وكذلك منشط تابع لمدير. السلام عليكم. تفضل 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 تفضل. تابع لمديريه الشباب والرياضه لولايه الجزائر اللي نحييوهم. معنا كذلك سمير شقرون اللي هو منشط مخيمات صيفيه. مرحبا بك سمير. مرحبا بك. تفضل تفضل تفضل، شرفتنا شرفتنا شرفتنا. ومعنا كذلك تجربه حيه عصام. عصام مرحبا بك عصام، راح يكلمنا على التجربه نتاعو. مرحبا بك. تفضل عصام، تفضل تفضل تفضل. في كل حصه نستضيف طفل ولا طفله يدير الواجبات المدرسيه تاعو في هذا المكتب الجميل. معنا اليوم حوريه، تعالي بنتي تعالي، اروحي بنتي. واش راكي بنتي؟ لاباس؟ شحال في عمرك حوريه؟ 13. 13 سنه، واش مسنه تدرسي؟ ثانيه متوسط. ثانيه، شاطره في الدراسه؟ الله يبارك. وكيفاش ديري الواجبات المدرسيه تاعك؟ حتى يقول لك روحي ديريهم ولا ديريهم وحدك؟ وحدي. وحدك، منظمه وقتك وكامل. عندك وقت للعب، وقت باش تشوفي التلفزيون، وقت يعني باش تروحي للانترنت وكامل، يعني تعرف تنظمي وقتك. ولكن ما تكثرش منهم التلفزيون والانترنت وكامل يا اخي. اذا بنتي روحي ديري الواجبات المدرسيه تاعك. شكرا. تفضلي تفضلي. وانتم ثاني يا اطفال، هذا هو الوقت اللي ديروا فيه الواجبات المدرسيه تاعكم. شكرا شكرا شكرا. مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصة ولادنا تحتاجنا احنا. ولادنا تحتاجنا احنا اليوم موضوع مهم، مهم جدا. علاش؟ لأنه الأولياء يتسألوا بالمرات، تجيهم ورقة هكذا من المدرسة يقولوا لهم هناك رحلة، رحلة، ولي الأمر يتخوف، يخاف يقول أنا نبعث وليدي يروح رحلة، هذه رحلة يعني في اليوم، ما بالك لما نتكلموا عن المخيمات الصيفيه للاولياء يسلموا اولادهم يعني قره عينهم لمده اسبوعين ولا اكثر ولا، ويسافروا يروحوا بعيد وكمان ما يقدرش ما با يشوفوا ولا يطلع عليه ولا. حبينا اليوم من خلال هذه الحصه هذه نطمنوا هذ الاولياء هذو ونقولوا لهم باللي اولادنا محتاجين لهذه الرحلات هذه. نبدا بك استاذ لابري نور الدين، مدير مؤسسه سابق واستاذ في مدينه التربيه 39 سنه. حبيتك تكلمنا عن الرحلات المدرسية، ما كانتها في تربية طفل، وكيفاش كانوا الأولياء يتعاملوا معكم؟ يا هل ترى كانوا يتخوفوا، كانوا يجيبوا أولادهم يسلموهم، كانوا يعني وش هما الضمانات كذلك اللي تخدمهم المؤسسة لهذه الأولياء؟ تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مساء الخير سي يزيد. مرحبا. نحييوك ونحييو الضيوف اللي معنا ونحييو الأولادنا اللي حاضرين معنا في الاستوديو، ونحيي المشاهدين الكرام خاصة أولياء التلاميذ. الرحلة المدرسية في إطار المنظومة التربوية وفي إطار التربية بصفة عامة والتعليم لها أهمية قصوى، لأنها داخلة في آليات التعليم. فالأهداف منها وشن هي؟ أولا لماذا الرحلات موجودة ولازم تكون؟ ما هي أهدافها وفوائدها؟ ما يخفاش أن التلميذ
كما قلنا عدة مرات يعيش في المدرسة وقتا طويلا خلال السنة الدراسية. ولما يعيش الإنسان في مكان مدة طويلة يحدث له الملل ويحدث له السأم، خاصة عند الطفل. الطفل يحب يكتشف، يحب التغيير. وفي المدرسة عموما يأخذ يكتسب أشياء نظرية، يكتسب أشياء نظرية، لكن الأشياء النظرية لا ترسخ كما الأشياء الملموسة أو التطبيقية يعني الملموسة واللي يشاهدها بعينه، اللي يشاهدها يعني بعينه. ففي لازم يكون فيه برنامج، وفيه في الحقيقة في بعض المؤسسات أو في أغلبها فيه برنامج مرة في الشهر أو في الشهرين، يكون فيه اجتهاد من طرف رئيس المؤسسة والفريق التربوي وأولياء التلاميذ لتنظيم رحلة سميوها رحلة تربوية ثقافية. ما رهيش الرحلة اللي يديرها كما يديرها مع العائلة، بالضبط. هذه حاجة أخرى تماما. ينجم باباه وماه يديوها في السيارة في عطلة آخر الأسبوع في فندق جميل في ولاية أخرى، بالضبط. ولكن هذيك ما رهيش، ما عندهاش التأثير والبعد التربوي، ما عندهاش بعد تربوي وما عندهاش التأثير مهما كان مستوى الأبوين. فالرحلة المدرسية راح تعزز ما اكتسبه التلاميذ في القسم وما أخذه خلال برامج اللي درسوها في مختلف المواد. نعطي أمثلة. التلاميذ يدرسوا الطقس ويدرسوا الجو ويشوفوا هذاك المنشط تاع النشرة الجوية يوميا في البيت، لكن لا يعرفون كيف يتحصل هذا المنشط على هذه المعلومات، وكيف يتحصل المركز تاع الأرصاد الجوية. هذا مثال تاع فقط، لأنني أنا عشت، وأنت دائما طالبني سي يزيد عن التجربة تاعنا، لأننا عشت وديت التلاميذ مرتين أو ثلاث مرات المركز الأرصاد الجوية بالدار البيضاء، ونقول لك يعني التأثير نتاعه حتى أنا فيها أنا اكتشفت، أنا ما كنتش نعرف كيف، وحتى الأساتذة اللي رافقوني اكتشفوا. ما بالك التلاميذ، يعني لما قلنا لهم المرة هذه رايحين للأرصاد الجوية كانت واحدة الفرحة حتى من طرف الآباء، ونقول لك سي يزيد يعني شو، نعطيك مثال آخر باش نبين لك الأهمية تاع الرحلة الثقافية التربوية. لما رحنا للأرصاد الجوية بينوا التلاميذ كيف كذا، كيفاش تتم الحصول على المعلومات والأدوات وهذه كشفوها كل شيء والخرائط وما شابه ذلك. ومن بعد قال هيا نقاش، أعطوا أسئلة. تلميذة سألت المنشط وقالت له سيدي أنتم كم من مرة تقولون غدا في الوسط مثلا تكون أمطار وإحنا ننتظر أمطار وما كاش أمطار. أنا يعني كنت خفت شوية، فجأت قلت كيف سيجيب، قلت هذه تسرى هذه تحدث. فأجابها قال لها نحن لما نقول في وسط، قلتم منين؟ قال في القلعة. قال لما نقول في وسط البلاد مش معناه في القلعة أو في 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 بوسماعيل أو في زرادة. نعم، بالمرات تكون تمشي 50 متر 100 متر هنا ما كاش وهنا كان الأمطار. قال ولكن في وسط البلاد سقطت الأمطار في جهة ما ولم تسقط في جهة أخرى. يعني يقنع التلاميذ، فأصبح التلاميذ أكيد يصبحوا يثقون بمهندسين في الأرصاد الجوية. كيفاش كانوا يتعاملوا الأولياء مع هذه الرحلات؟ يعني يوافقوا مباشرة؟ لا كانوا يجوك تلاميذ يقول لك الولي تاعي ما حابش؟ لا ما فيش لا أبدا. يعني الثقة يعرفوا، جميل. الأولياء يعرفوا بأنهم مؤطرون، بأن التلاميذ مؤطرين مأمنين. لا يحق لنا، ولازم التصريح من مديرية التربية تكون عارفة. لا فيه التأمين وفيه تأطير، جميل. بالعكس يعني شهادة لله، الأولياء يساهموا حتى خاطر لازم تكري حافلة أو حافلتين وتطلب منا شوية أموال، والأولياء يساهموا. وما شاهدنا يعني بالعكس، كان اللي يجي يقول لك علاش وليدي ما صحتلوش، وبعد احنا نقول له ما زالت رحلة أخرى في جهة أخرى. كاين كذلك المتاحف
المتاحف. جميل جميل جميل. احنا نتكلمون عن الثورات نتاعنا ونكلموهم عن الـ عن الاثار يعني التاريخيه والاثار. مدينه الجزائر وما جاورها ولا مدينه تبسة ولا مدينه تلمسان ولا نعم. يعني عندهم اثار يقدروا نعم. يزوروها نعم. وكمل التلاميذ الصغار كاين اللي عمره ما شاف حيوان هكذا. بالضبط بالضبط. يشوفوا في التلفزيون يشوفوا في الانترنت تاخذوا الحديقه يعني الحديقه يجوز وقت يعني ويشوفوا بعينه بام عينه. كل مرة يروحوا للمصانع تاني يعني نشوف كان بعض المدارس شفتهم خرجوا راحوا المصانع مثلا مصنع حليب رامي راحوا شافوا كيفاش رامي يصنع الحليب كانت فرحة كبيرة. يروحوا لمقر التلفزيون مقر الإذاعة يعني جميل 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 جدا لأنه هذه الرحلات يعني لا تخلو من فوائد وفوائدها كثيرة. والمعلم الماهر يطلب من التلميذ بعد العودة يعطيله أسبوع ويقول له دير لي تقرير اكتب لي ما شاهد يعني النص ولا حاجة وهذه كذلك يزيد التلميذ تلقاهم يتنافسوا أو أفواج قال ربعة أنتم تشاركوا فيه. أنا نشفى كنا صغار كنا نحبوا كي ندخلوا من العطلة يقولنا اكتبوا لنا واش درتوا في العطلة نعم مثلا نفس الشيء نعم بس ما يخليكش يعني تقطع تماما يعني بالضبط. نربط دايما ما تعلمناه وما تربينا عليه بما عشناه هذا هو الربط بين الاثنين. جميل إذا قلت كاين أهل الناس الصحراء مثلا عمرهم ما يشوف البحر يعني عمرهم ما يسمع به يجيبوهم يعني في ايام اربع ايام وفي الصيف يعني يديروا يعني هي اللي تكلموا عليها نعم مع 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 السيد والعكس يعني نفس الشيء نفس شوف سي يزيد ربما هذه ونتوقف ونخلي الفرصه لزملائنا. العام الماضي احنا واش درنا انا العام الماضي كنت متقاعد العام الماضي واش درنا في دار الغرناطي اللي هي مدرسه بالضبط مدرسه وعندنا تلاميذ عندنا واش درنا نظمنا رحله الى تيميمون في ديسمبر. اولا الاغلبيه الساحقه من تلاميذ ما شافوا الصحراء هذه واحدة راح نكتشاف الصحراء. ولكن في ذات الوقت واش درنا احنا مدرسة احنا جمعية تاع موسيقى تاع فن ولكن واش درنا كل تلميذ أتى بشيء بهدية ما نقولش صدقة بهدية إلى ابن من أبناء منطقة تيميمون مش مدينة تيميمون مدينة تيميمون ولو جاية في قلب الصحراء لكن هذه مدينة. ولكن لو تمشي خارج المدينة تجد حالات يعني أطفال كما مثلهم ولكن يعيشوا في واحد الوضعية عزلة العزلة يعني وبسبب العزلة يعني هذا شيء عادي بسبب العزلة مهما يعني فرحوا بهذوك الهدايا يعني نعم نعم. ولكن يدخل الفرحة للأطفال هذوك اللي هم إخوانهم ابن وطنهم ابن بلدهم. ولكن هذا العمل الخيري اللي داروا دار آلاف 2000 كيلومتر ولا 1600 كيلومتر ولكن دمع حاجة تعلموا كذلك الكرم تعلموا التضامن تعلموا الإخاء يعني ناهيك عن العيش مع بعض العيش مع بعض يتعرف على ناس واحد آخرين يتعرف يعيش مع زملائه في ظروف أخرى غير البيت وغير المدرسة وهذا كله يكون شخصيته ويكون ويزيد في 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 علاقته مع غيره مع المجتمع. لأننا احنا في التربية في التعليم ما هي مهمتنا الأساسية هو نهيئ ونكون رجل مواطن المستقبل وهذا المواطن المستقبل لازم يكون متفتح لازم يكون قلبه كبير لازم يحب الغير لازم يتفاهم مع الغير. شكرا 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 أستاذ لابري نور الدين. شكرا سيد حميد هلال لما تكلمنا قال لك ابناء الصحراء يجوا يشوفوا البحر وابناء يعني المناطق الساحليه يروحوا للصحراء وكامل. حبيت لو تكلمنا على الخبره نتاعك في هذا المجال هذا تاع المخيمات الصيفيه مدبية تتكلمنا على الناحيه التنظيميه يعني كيفاش الاولياء باش يعرفوا كيفاش هاد المخيمات الصيفيه هذه اللي متابعه وكيفاش يديروهم بالك الاولياء يشوفوا فين يحبوا يسجلوا اولادهم وين يقدروا يسجلوهم وكامل وكذلك يعني الجانب التنظيمي كيفاش تكون هاد المخيمات الصيفيه. تفضل. قبل من كل شيء نشكرك يا زيد السلام عليكم. مرحبا بك مرحبا بك. ان شاء الله راح نفيدوا الناس اللي ما عندهمش معلومه على المخيمات الصيفيه وعلى على على العطل الترفيهيه للاطفال. بالضبط. عمو كاين الاطفال اللي يبدا من 6 سنين حتى 13 سنة اللي يروحوا المخيمات الصيفية من 13 سنة الفوق راح يدخلوا في سن المراهقة عندهم برنامج آخر هذا برنامج تاع صغار وحده وتاع الكبار وحده. وزارة الشباب والرياضة وكاين مديريات تاع كل ولاية اللي عندهم شيء في المخيمات الصيفية يعني الولايات الداخلية ولا الولايات اللي جايين على البحر كامل عندهم برنامج كيف كيف.
ولكن اللي عندهم الجايين على البحر عندهم مخيمات صيفية، يعني مراكز أكثر، يعني مراكز أكثر. هي قبل كانت تبع المؤسسات الوطنية اللي كانوا عندهم المراكز هادو، بالضبط، يعني كيبداو المخيمات الصيفية من بعد. ولكن كامل هادو لازم يكونوا تابعين لوزارة الشباب والرياضة، المديريات للتأطير، يعني للتأطير فوالا. هي الوزارة تأطر المؤطرين هادو اللي باش يأطروا هاد يعني الأطفال في المخيمات كذلك، يعني عندهم تكوين، بالضبط. يعني باش يكون منشط لازم يكون عنده تيرمينال، داكور، ماشي التيرمينال برك يكفي، في التيرمينال لازم عنده توت ان دوسي. الدوسي هذا فيه شهاده ميلاد، شهاده طبيه، شهاده مدرسيه، يجيب واش عيطوا له كاجي جوديسيار ديالو، معناتها هذا ايوا صور باش يدير التكوين، باش يدير التكوين، باش يدير التكوين. قبل ما يروح التكوين ماشي يروح هكذا يحط دوسي ويجوز التكوين، لازم يجوز تيست بسيكو، يهضروا معاه، يهضروا معاه، يجوز قبل ما يلحق المرحله باش يعيطوا له، يعني لازم يكون عادي، يكون يتصلوا به يشوف هذا الانسان اسكو كابابل باش يتعامل مع الاطفال، بالضبط، شيء مهم هذا. ايوه هذا كي يجوز في التست من بعد باش يقدروا يعيطوا له، يعني درجه اولى كمنشط في مخيمات صيفيه. كي يعيطوا له راح يتربص مده اسبوع، راح يكونوا تماك الناس المختصين، كل واحد مختص في شيء، لانه المخيم الصيفي كي يروح لانيماتور يكون عنده دور في التنشيط، في التربيه، وفي السلوك مع هذيك الاطفال، يعني راح يتعامل معهم في البرنامج كامل تاع الدوره. في هذا الشيء ثاني راح يكونوا ناس مؤطرين، يعني راح يكونوا راح يكون المدير عنده لاجوان تاعو، رؤساء طليعه، يعني الدراري راح يتقسموا تولي المهام صغير للمنشط. قبل ما تلحق دور المنشط راح يكونوا ناس سوبيريور عليه، يعني المدير ادجوان ديريكتور، يكونوا شاف مونيتور فوالا، حنا نعيطوا له شاف السوق. والطاقم الطبي، الطاقم الطبي بالطبع كاين طبيب، وين يكون معاه ثاني كل الممرضين، بالضبط، كاين العياده، حنا باش نطمنوا، حنا لي بارو ولا يشوفوا فينا باش نقولوا لهم هادو الناس كامل اللي راح يقوموا بالمخيم الصيفي، ماشي هكا برك، يعني الطفل قبل ما يلحق ديجا يجوز لا فيزيت، يجيب دوسي ميديكال معاه قبل ما يلحق المخيم الصيفي. كي يلحق المخيم الصيفي الناس راح تهتم به، يلحق الاول يوم راح يكون فيه يعني كونتر فيزيت باللي هذا الطفل راه ابط باش يقعد 15 يوم بعيد على والديه، يعني امراض ولا حاجه امنه، خاصه الامراض المعديه ولا بعد الشر، باسكو الاولياء مثلا اللي ماركي وليده يقول له غدوه تروح، بعد غدوه يصبح بالحمى، ولده يبقى يبكي يقول له لا نقعد عندك الطبيب، يقول لا لا نروح نروح نروح، بالك يغلبوا بالك يخليه يروح، يكون عنده مرض معدي ولا بعد الشر ولا لازم لا كونتر فيزيت. هذا هو يزيد، يعني ويكون مدير يكون واقف على المخيم تاعو، عنده المقتصد اللي حيكون في الجهه تاع المطعم والمطبخ، الطباخ يعني شاف كويزيني بالانجليزي ديالو، يكونوا لي زاجون سيرفيس اللي راح يقوموا باش يحضروا يعني الاكل تاع الاطفال في الطابله، يطفل مع المونيتور تاعو يدخل يلقى كلش جاهز كلش واجد، الطبيب اللي راح يجوز ويلاحظ كاش امور ما تليقش بالطيب بالطفل يعني، والاكل اللي راح يكون ثاني الوجبات تاع الاكل كيفاش، شكون يدير المنيو، شكون الطباخ ولا عاده اول يوم يتلاقى فيه الطاقم تاع المخيم كامل، يعني العائلة المخيم كامل، ليكيب بيداغوجيك، الميدسان، ليكونوم، يديروا اجتماع في الليل، احنا مضارين هكذا نتلاقاو، وكل واحد يمد رايو على الطبق اللي راح يكون، يعني يتلائم شاك جور راح يكون ديفيرون، يعني كي ياكل يوم الدجاج، غدوه ياكل الحوت، يعني باش الطفل ما يملش، باش ما يملش، يعني الفطور ماشي كيف كيف مع العشاء، كي يشرب زعما اليوم القهوه بالكرواسون، غدوه الخبز والزبده، غير غدوه من ذاك راح يكون اكل اخر، اكسيتيرا، يعني ما يكونوش يطبقوا كاع ما يتشابهوش. جميل. ويكون هادي بالتوافق مع الطبيب اللي باش يديروا برنامج خاص بهذيك الدوره. تشوفوا لي زاليرجي، الطبيب ينتبه لي زاليرجي، اسكو الاطفال والديهم مثلا اللي بعتوهم اسكو صرات لكم مره، ولا وين واحد يقول لكم انا وليدي عنده اليرجي بالطبع الناس مع الاول تخاف يا زيد، كاين بصح الناس كان دري يتحرموا باش يجوزوا لي فاكونس، سورتو للاطفال اللي جايين في الجنوب. الطفل يكون يعني تقدر تحرمه ما يجوش لي فاكونس حياته كامل، هذا شكون ياخذوه اون شارج، بالك والديه ما يخرجوش عطل، ما يخرجوش فاكونس، ما عندهمش الوقت، الطفل هذا شغل يتحرم. حنا وكاين دي كان وين كانوا اطفال ما عندهم بروبليم كاردياك، كاين دراري دي زازماتيك، كاين مدراء اللي يلحق ليه الطفل هذا يقول لك انا ما اخذوش اون شارج انا نخاف. مي كي يكون ورقه من عند الطبيب ويعني كاين لا كونسيونس تلعب، كاين دي ديريكتور يقول لك انا جو برون شارج هذا الطفل، يا با دو بروبليم. لا هو كي الطبيب يقول بلي بون، هو الطبيب فاش بالمرات كاين تكون حاله هكذا، ولكن
ماشي ترفضها ولكن ترد بالك عليها. ترد يعني بالك بيان سور. لازم تافيزي لانيماتور اللي يكون عنده هذا الطفل. منشط وهذا يرد بالك. لانه كما نقول لك يجيب دوسي ميديكال، دوسي ميديكال يكون عند الميدسان كيدير كونتر فيزيت. من بعد الدوسي ميديكال هذا كيروح عند لانيماتور، لانيماتور قبل ما ياخذ الطفل اون شارج عنده الدوسي ميديكال عنده ياخذ منه لي كوردوني كامل تاع الطفل. كاع الملاحظات واش كاين في الكارني دانيماتور تاعو. على بالو شاك اونفون واش عنده كوم بروبليم ولا واش يقدر يكون في ذاك الطفل باش يعيش في هذاك ال 15 يوم في هذيك الدوره تاع المخيم باش هذاك يكون الكونتاكت ساهل ما بين الانيماتور وهذاك لونفون. جميل جميل جميل. شكرا شكرا سي حميد. مرحبا بك سمير. مدام سي حميد تكلمنا دار هذيك السلسله وصلنا لعندك وصلنا لعندك. جينيرالمون لو جروب الفوج اللي عند الانيماتور شحال يكون فيها ببري من واحد و يعني تكلمنا بعجاله هكذا على لي كونديسيون دو ترافاي تاعكم كيفاش؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك. شكرك يا زيد على الاستضافه. الجروب يكون من 10 اطفال حتى 12. داكور داكور. تحت مسؤوليتك يعني اسبوعين ولا ولا ثلاث اسابيع ولا سا ديبون على سا ديبون. من 10 ل 12. داكور. كي يجوا البرومي جور كذا من هنايا الحاجه الاولى اللي نديروها لهم هما الى مرات عندهم دواء واحد يشرب دواء ولا واحد كانوا بزاف يطيحوا لنا عندهم السكر. ايه كان عنده سكر يجي مع باري تاعو لازم تعسوا لازم كل دقيقه كل ما ياكل لازم تعسوا كذا من هنايا ونعسوهم في كل حاجه يا زيد. كيبدي من نهار يجي الخطره الاولى اللي يجي وانت شغل ولادك بالضبط عندك دراري ولادك 12 لازم تربيهم احسن تربيه فاصهم كيجوا رايحين دائما يبكوا يبكوا حسره يولفوا اكثر من بالك اللي يبكوا بالبزاف يعني 10 ماشي 10 10 10 10 ايام ولي زانيماتور تاعنا الحمد لله انا رحت بزاف لي كوروني هكذا اما لزياره ولا لحفلات ولا شفتهم يتعاملوا مع الاطفال شغل ولادهم يعني ولادهم شهاده لله ماشي يحبوك بزاف لازم تعطي لهم الحنان كاين 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 بعض الاطفال يا زيد ما يعرفوش معناتها الحنان بالضبط بالضبط إيه. يجي لعندك تلقاه لصق فيك وين تروح يلصق معاك يعنقك في الليل يقعد معاك يحكي لي وكدا كاين بزاف اللي على هذيك اللي دارني جور كيكون رايح يدير حاله بالبكاء. كيفاش يكون البرنامج سمير؟ البرنامج هو يبدا اليوم الثاني احنا نهضروا اليوم الثاني ينوض صباح نفهموهم كاين البيت الجميل يقولوا بالميزون بيت الجميل يسقم حوايجو يروح يغسل وجهه وكدا يغسل هو يسقم حوايجو يسقم حوايجو يسقم المطرح تاعو يسقم كلش هذه مليحه هذه بيت الجامع وعنده نقطه تنقيط ايه تنقيط احسن نقطه شكون هو البيت واش من الفوج واش من جميل 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 من بعد يروح يتقهوى وكدا من هنايا ومن بعد كيعاود يولي يلبس حوايج تاع البحر يروح البحر من الصباح من الساعه حتى ل 11 ونص هكذاك يعاود يطلع يدوش كدا من هنايا ومن بعد يدخل المطعم يدخل المطعم يفطر ومن بعد يروح يدير لا سياست. جميل جميل هذه تاع لا سياست هذه يعني مهمه 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 لازم يدير لا سياست يتعلم يدير لا سياست لازم يدير لا سياست ومن بعد ينوض جهه ثلاثه والاربعه اربعه كاين انغوتي نلقاوه حليب ولا جو دورونج وكذا من كاين فوج يخرج ان بروموناد يروح يحوس يحوسوا وكاين فوج واحد اخر يوجد لافي السهره داكور للسهره للسهره داكور كل يوم واحد كل يوم بالتناوب كل يوم فوج كل يوم فوج كل بالتنوب. يوم فوج ومن بعد في الليل قاعد يديروا السهره يدخلوا للمرقد تاعهم. داكور وفي هذيك السهره واش هما النشاطات اللي يديروهم؟ كاين مسرح كاين اغاني نشيد كاين رقص كاين ديسكاتش داكور وكاين كاين كتاب الحي والنشاطات يديروهم الاطفال 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 هما يديروا النشاطات هما يديروا النشاطات هما يديروا النشاطات هما يوجدوا كذا من هنايا كل يوم بنشاط كل يوم واش كاين. جميل 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 جميل. واش حبيت تقولي على الكتاب الحي؟ كتاب الحي هو شغل قصه راه يقرا وكاين بعض المنشطين يتورنيو شغل مسرحيه بصح بالراوي الراوي يقرا وهما يلعبوا يديروا الحركات الحركات وكذا من هنايا. جميل جميل جميل. شكرا 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 سمير. عصام اليوم راك معنا حبينا شهاده ما عند ان جون ولا طفل ولا اللي راح لاكروني دفاكونس
يكلمنا على الخبرة، يعني على واش اكتسب، واش اكتسب من هذيك التجربة هذيك وقت كي رحت لاكونيت فاكونس لأول مرة، لأول مرة كي رحت، اسكو عجبك الحال، اسكو عجبوك النشاطات، اسكو المنشط كان مليح، اسكو كي رحت بكيت، اسكو حبيت تعاود ترجع، اسكو درت اصدقاء؟ السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بك على حسن الضيافه اخويا العزيز. مرحبا بك. بون نهار رحت لا كولوني لا بريمير فوا، كنت في عمري 11 سنه. رحنا لا كولوني. بون وين رحتوا؟ واش منطقه ساحليه ولا سوق التنين؟ بجايه. سوق التنين بجايه، يعني بين بجايه وصيفيه على كل حال. كيما قال لك العفسه الاولى اللي عجبتني كيما قال لك الاخ الكريم، المنزل الجميل هذاك. داكور. تنوض صباح ربي، وهذاك المنوض تاع الصباح وكمال، تنوض بحيويه ونشاط. يعني والله غير واش كنت اصدقاء في لا كولوني هذيك؟ تعرفت بناس، تعرفت يعني تعرفت بناس بزاف، يعني ما علمونا كيفاش نهضروا مع الناس، علمونا كيفاش نتعرفوا على عباد، ما علمونا صوالح بزاف. كنا وهذوك النشاطات في الليل اللي كانوا يديروهم المسرح والغناء سيرتو. انا رحت مره لا كولوني كنت صغير على كل، عندي شفت على في فينال، انا لا في فينال يعني هي كاع الاطفال، كاع الاطفال يسناوها لا كرماس ولا في فينال، يعني الاطفال كاع يسناوها. كيفاش هذوك النشاطات كنت عايش معهم؟ عجبوكم النشاطات هذوك؟ وكي رجعت للدار قعدت تحكي لهم و... بون كنا مع العشيه كل يوم عشيه، عندنا من ذاك ديسكاتش، من ذاك لعبوا العاب، من ذاك كنت تشارك فيهم انت؟ كنا نشاركوا، كنا نضحكوا نقصروا. كي رجعت للدار فرحوا الدار، فاقوا باللي يعني فهموا باللي عجبك الحال في لاكولوني وكامل؟ يعني والله ما نكذب عليك، لا عفسه اللي تما الاولى ما كنتش حاب نولي للدار. كلموا كان عاجبني الحال من الدار. مي كي رحت للدار حكيت لهم هنايا، مام خويا واحد اخر منا حبي يروح حبي تما شو وقته هنايا بحكايات. جميل 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 عصام، جميل. ماذا بيا؟ شكرا. ماذا بيا نختم معك سي حميد هلال؟ حبيت الاولياء اللي راهم يشوفوا فينا ويحبوا يسجلوا ولادهم باش يروحوا لا كولوني دو فاكونس، وين ماذا بينا نوجهوهم؟ يعني هي يا زيد المخيم الصيفي حد ذاته عنده برنامج، كاين برنامج الدوره لا سيسيون اللي تبدا حتى وين تخلص، وكاين برنامج اليومي. تبى طفل في المخيم الصيفي في اداره المخيم يديروا لافيشاج. لا لا انا حبيت نسقسي دقيقه برك باش نوضح لك واحد الصوره برك صغيره. كي هضرت مقبل على في فينال، قالوا البرنامج هذاك الطفل ملي يجي كان فيه كاع النشاطات اللي يكونوا في الدوره والاسماوات تاع الافواج بالمنشط تاعهم. كل فوج غير يدخل على باله وقتاش هو يدير نشاط وقتاش يدير. لا لا, لا 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 هي كان دوره عائله المخيم، يعني المدير المقتصد لي زادجوان لي شيف تسوكو، اسم المدير واسم الفوج، وفيه الاسماوات تاع الاطفال تاع هذاك الفوج. كل فوج يعطوا له الاسم تاعو. نعطيك نقطة نظام برك تاع مخيم صيفي. وكذلك يكون الدورة كامل عندها البرنامج. الأطفال على بالهم برومي جور كيجو حتى نهار ديرني جور مقتاش يروحوا. واش كاين النشاطات؟ وبرنامج تاع اليوم، يعني فطرة صباحية كينوضوا الدراري واش يديروا الصباح؟ كاين بيت الجميل، يحضروا نفوسهم باش يروحوا للبحر، نشاط هذاك نشاط. من بعد كيجيو يدوشوا باش ينحوا دي سابلاج تاعهم، من بعد راح يكون عندهم الفطور ولا سيست، لانه طفل كاين برنامج هذا يعييه، كاين هذيك الفتره تاع لا سيست اوبليكاتوار في مخيم صيفي. هي بدات تنقص شويه لانه الطفل باش يعاود يكون عنده استرجاع تاع الطاقه تاعو، يعني نهار كامل في نشاطات وسخانه تاع البحار اكسيتيرا باش يروبوزي يقدر يزيد يكمل السهره فيها تحضير تاع السهره. فهمتني يا زيد؟ بالضبط بالضبط. والدوره النهائيه هذه يعني لا في فينال، واش يديروا في الفتره هذيك تاع الدوره كامل؟ هذوك النشاطات اللي نداروا يخيروا لي ميور نيميرو ويديروهم في لافان، ويكونوا عندنا ضيوف الكونكور ولا تاع الناس اللي بالضبط. انا رحت كضيف بليزير ضيف فينال. واش حبيت تقول على السؤال تاعك الاخير؟ لا انا السؤال حبيت العائلات اللي يحبوا يمركيو ولادهم مثلا ويشوفوا فينا من معسكر، من تبسة، من أضرار، من حب وليدي يروح لكولوني دفاكونس، وين يسجلوا؟ كاين الشركات، سواء الشركات اللي راهي كما يقول لك خاصة، كاين الشركات الخاصة الخاصة، ولكن حنا نتكلموا على البرنامج تاع وزارة الشبيبة والرياضة، تاع وزارة الشبيبة والرياضة. كاين وزارة الشبيبة والرياضة، المديرية الشبيبة والرياضة تاع كاع الولايات ينظموا مخيمات صيفيه، عندهم برنامج، عندهم الكوتا ديالهم، عندهم يعني يقدروا الاولياء يتقربوا لهم لي ميزون جون.
لي ميزون جان يعني دور الشباب دور الشباب الميزون جان يقدروا يروحوا ويسجلوا اطفال يتصلوا بهم يقولوا لهم باللي عندهم مخيمات صيفيه شاكاني يديروهم. جميل جميل. كاع الاطفال تاع الوطن يقدروا يجوا المخيم الصيفي. الوزاره تكلفت بهم باش عندهم كاع حق يروحوا مخيم صيفي. جميل 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 جميل. شكرا شكرا شكرا. اذا يا اولياء الرحلات المدرسيه مهمه جدا في التعليم تاع اولادكم وثقافتهم وتربيتهم، وكذلك المخيمات الصيفيه. إلا حبيت ولادكم يروحوا المخيمة الصيفية ما عليكم إلا توجهوا إلى دور الشباب، يعني دار الشباب متواجدة في الولاية نتاعكم ولا في المدينة نتاعكم التابعة لمديرية الشباب والرياضة باش ولادكم يروحوا يفرحوا في المخيمات الصيفية لأنهم راح يتعلموا حوايج بزاف. إذا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، تواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. يعطيكم الصحة. حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم.